السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد هو محمد ديكس فلوكس، وهي شكرا بحلقة جديدة من ماينكرافت يا أحلى شباب. طبعا اليوم يا أصدقائي يا شباب يا حلوين راح نسوي مزرعة قصب سكر صغيرة. طبعا أنا بديت فيها لكن في مفاجأة راح نكون إياها في الأخير. الحين خلينا ننام، حاصل جاي الليل جاي، يلا خلينا ننام وبعد هيك الصبح بنطلق. بخلي المفاجأة لآخر الفيديو. صح أنا سويتها مع في فيديو لكن التصوير كان مش بجودة عالية يعني ما راح يبين شيء، يعني ما راح تستفيدوا شيء. طبعا هون كنت حامل مزاد قصب السكر الصواني تا 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 طيب ماشي. الحين جبت رمل انا لما اظن جبت طب بام 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 باني بوي بوي يا رب. ايوه يا نسيت. مش عليكم 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 عليكم. الحين مش بسوي، الحين بحط بدل. يا الله قد ما انا احط بدل هذول ما احتاجهم. خلينا بس نرتب هذول. خلي بديك. طيب ورحنا احنا ويمكن نوب بوب. طيب الحين قلنا هون لا هوني واحد لا اثنين ثلاثة. قول يلا يا شباب يلا يا شباب. خلني بروح بجيب بتاع الزراعة منشان نزرع تاني. بزين دن 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 دن. اي معاي. يلا 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 بوم بوم بوم. ما عليكم ما عليكم. الحين يلا 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 كل ما بغلط. يلا حط هاي هون هاي. أولكم خلينا نشيلهم. يلا 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 بام 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 بام. والحين 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 وش بسوي وش بسوي وش بسوي. اي صح في الاي بام 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 بام. فين السيد 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 يا سكاكر يا سكاكر. صوت مزرعة قصب السكر. هذه المزرعة سويتها من شان وين مفاجأة. جوجي 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 واو سويت يا أحلى ناس. التطوير خلينا سويت شيء أطور دروعي وسلحتي، لكن أنا أريد أطور ليفلي فما أعرف كيف أطورهم. راح